أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله تعالى بكل خير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له. سبحانه سبحانه، تنزه ربي عن القعود وعن الجلوس وعن الحركة والسكون وعن الاتصال وعن الانفصال. سبحانه سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من حن الجذع اليبيس إليك. فمحاسن الأخلاق إن جمعت فليست غير سطر في كتاب محمد، فمحاسن الأخلاق إن حشدت فليست غير سطر في كتاب محمد، ونفائس الأزهار إن نفحت فليست غير عطر من عبير محمد، ومناقب السادات إن جمعت فليست غير نجم في سماء محمد. فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، فخري بأني عاشق لمحمد. فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، فخري بأني خادم لمحمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، يتجدد بكم اللقاء في مجلس جديد من مجالس الخيرات. واليوم أحببنا أن نتكلم عن أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو حفظ اللسان. حفظ اللسان، اللسان خطره عظيم. الإنسان اللسان قال عنه العلماء جرمه صغير ولكن جرمه كبير، يعني هذا اللسان الذي حجمه صغير جدا، حجمه صغير ولكن عواقبه وخيمة، ولكن جرمه كبير، الأشياء التي تترتب عليه كبيرة جدا. لذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين لنا في كتابه: ولا تقف ولا تقل ما لا علم لك به. إياك أن تتكلم بدون علم. لذلك عنون البخاري في صحيحه قال كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. لذلك أيها الأحبة، نجد أن علماءنا الكرام رحمهم الله تعالى قد بيّنوا لنا مخاطر اللسان، حتى إنهم جعلوا في كتب الفقه أبوابا، من ضمنها جعلوا في أبواب المعاصي، فجعلوا ومعنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. معك وسام من لبنان فضيلة الشيخ. صراحة أنا شفت برنامجك على الفيسبوك، وصراحة يعني أنا كثير انسريت بأسلوبك الحلو
ببسمتك الحلوة بارك الله وطريقة فيك. بيانك لشرحك وبيانك للدروس الدينية، ولا الله سيما يخليك. كلامك ولا سيما شيخنا كلامك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وكيف عليه قال لك، وسلم. كيف شيخنا انت عم تزرع حب النبي بالاجيال المسلمة صلى بالوقت اللي الله هو عليه وسلم. يعني للاسف البعض عم بيحاول يعني يشوه بصوت النبي ويتكلم عنه بكلام يعني لا يليق. يعني صلى الله سبحان عليه الله، وسلم. انا كثير انصريت شيخنا لما كنت عم تحكي من فترة عن النبي انه هو القدوة، وعن اخلاقه وعن صلى حب الله عليه الصحابة وسلم. لرسول الله. يعني صحيح، يا ريت بس هو القدوة لنا صلى الله عليه وسلم، صلى نقتدي الله به. عليه وسلم شيخنا، لو بس اذا في مجال هيك، في قصة سمعتها مرة مرقت معنا، لما احد الصحابة اجوا بده يقتلوا المشركين فقالوا له هل تتمنى ان يكون النبي مكانك؟ الله. يا ريت بس تحكي لنا. يا الله يبارك فيك، بنسمع منك من تمك الحلو مثل ما بيقولوا. وانا بارك اخر الله شيء فيك. بتشكرك بارك وبتشكر الله قناة فيك. الصحة والجمال على البرنامج الحلو، بارك الله وبارك الله فيك. فيك يا شيخنا الله الكريم. يحسن إليكم. بارك. الله يجزيك حاضر، الخير شيخ، نذكرها إن بارك شاء الله الله. فيك، احبك الله بارك الله احب. فيك. تفضل. الله، صلى الله على سيدنا محمد. طيب، قبل أن نكمل نذكر القصة التي طلبها الأخ وسام، بارك الله فيه. هذا من حسن خلقه ومن حسن ظنه بنا، بارك الله فيه. نعم، ورد في الحد، ورد أن صحابيا أخذوه للقتل، أرادوا أن يقتلوه، فلما أرادوا أن يقتلوه فإذا بهم واحد منهم يسألهم، يقول له: أتتمنى أن تكون سالما في أهلك ومحمد مكانك هنا، يعني يضرب عنقه مكانك؟ فانظروا إلى هذا يعني الصحابي، وانظروا إلى هذه المحبة العظيمة من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي ماذا قال؟ قال لهم: والله ما أحب أن أكون سالما بين أهلي ومحمد في مكانه الذي هو فيه يشاك بشوكة. الله أكبر، يعني محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، كانوا يفدونه بالنفس والنفيس، بالغالي والرخيص، بكل ما يملكون صلى الله عليه وسلم، كيف لا والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لذلك أيها الأحبة، نعود إلى كنا ما نتكلم فيه، اللسان. اللسان خطره عظيم جدا، لذلك نجد أن العلماء، يعني كما ذكرنا قبل ذلك، كنا نقول أن البخاري عنون في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بالآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم على العمل. لذلك الإنسان عليه أن يتعلم، فالإنسان لما يتعلم، لذلك العلماء أيضا قالوا، ذكرنا أن العلماء عنونوا في كتبهم في مؤلفاتهم، فكانوا يقولون: باب معاصي اللسان، باب معاصي اللسان. لماذا؟ لأن اللسان خطره عظيم جدا، يعني الكلمة في الإسلام لها مكانتها، الكلمة في الإسلام لها مكانتها، الأمر ليس هكذا، بل الكلمة لها قيمتها ولها مكانتها. لذلك يعني ضرب الله مثلا، يعني مثل كلمة طيبة ومثل الكلمة الخبيثة. الكلمة الطيبة يعني مثلت في القرآن كالشجرة التي أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما الكلمة الخبيثة كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لذلك أيها الأحبة، علينا أن ننتبه، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك، إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصانا فقال: من صمت نجا، من صمت نجا، من صمت نجا. لماذا قال ذلك؟ لأن في الصمت السلامة، في الصمت النجاة. فالواحد منا إذا أراد أن يتكلم عليه أن يفكر قبل أن يتكلم، ليس كحال كثير من الناس اليوم،
كثير من الناس اليوم الواحد منهم إذا أراد يعني يتكلم ثم بعد ذلك يفكر فيما قاله، لكن الأمر ينبغي أن يكون خلاف ذلك. الإنسان عليه أن يفكر قبل أن يتكلم، فلأنك لو فكرت قبل أن تتكلم بالكلمة فإن وجدت لها في الخير طريقا، فإن وجدت لها في الخير مسلكا، فأكثر منها، أكثر منها ولا تقف. أما إن لم تجد لها في الخير طريقا أو إن وجدت لها في الشر طريقا فأمسك عنها، لأنك إذا تكلمت إما أن يكتب لك وإما أن يكتب عليك، إما أن يكتب لك من الحسنات الأجر والثواب، وإما أن يكتب عليك من السيئات يعني الذنوب والمعاصي التي تحدثت بها وتكلمت بها. لذلك العلماء حذروا من اللسان وشددوا على خطر اللسان. اللسان أمره عظيم، خطره عظيم، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. فبعض الصحابة سيدنا معاذ بن جبل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه الكلمة معناها أي فقدتك. فكانت العرب تقولها دعاء على الشخص، ثم صاروا يستعملونها بعد ذلك للتنبيه، أي انتبه لما أقوله لك، الأمر خطير، الأمر جلل، انتبه. فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك الإنسان عليه أن يحفظ لسانه. وهل يكب الناس في النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ معنا اتصال. أيوة يا فندم، حديث مع حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مولانا الشيخ أبو عمر أحمد الأزهري. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك. مع حضرتك الشيخ مصطفى الأزهري أحد أصدقائك على صفحة الفيسبوك. اهلا وسهلا ومرحبا. انا والله اتصلت بسيادتك وبعتك على هذا البرنامج، وانا سعيد بوجود حضرتك على الشاشه، وربنا يبارك في سيادتك، ما شاء الله كلام اجمل من رائع بصراحه. بارك الله فيك يا مولانا، الله يحفظك. انا اتصلت بسيادتك، ما شاء الله يعني القاء جميل وكلمات رائعه، ربنا يبارك في سيادتك، ومواضيع ممتازه المجتمع محتاجها. الله يجزيكم عنا كل خير ويحفظك. ربنا يوفقك يا سيدنا. بارك الله فيكم سيدي. ان شاء الله. الله يجزيكم الخير. تفضل يا سيدي. بارك الله فيكم. الله يسلم عليكم. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. احفظ لسانك أيها الإنسان، أيها الإنسان انتبه، احفظ لسانك. اللسان أمره خطير، وآفاته كثيرة، ومعاصيه كثيرة. لذلك قلنا ورد في الحديث أن كل الأعضاء يعني كأنها تخاطب اللسان كل يوم، تقول له: اتق الله فينا. معنا اتصال. تفضل أستاذ رجب. وعليكم السلام. الو. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله فضيله الشيخ. اهلا وسهلا، ازيك يا عم رجب؟ انا بحييك والله من اسم الدكتور محمد الصفر. اهلا وسهلا ومرحبا. وبحيي فريق الاعداد بتاعك المحترم وخلاص صح وجمال يا فندم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بالنسبه عاوزين يا شيخ حسن الجار، المعامله. حاضر. لحسن الجار. ان شاء الله نعمل عنها حلقه كامله ان شاء الله. الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ. ان شاء الله. حاضر. حاضر باذن الله. وانا بحييك يا شيخ والله. الله يكرمك، بارك الله فيك. تفضل. فاللسان كما قلنا آفاته كثيرة ومعاصيه كثيرة،
بل إن الجوارح كلها تكفر اللسان، يعني تخاطب اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لذلك أيضا ورد أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خاطب لسانه قائلا، استلم لسانه أخذه ثم خاطبه قائلا: يا لسان كل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. معنا اتصال. أيوة يا شيخ، أهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ. نعم. بالنسبة أنا سني 36 سنة. تمام. وشعري حواشبي، شعري أبيض. تمام. ايه السؤال؟ يعني لو حشت شلت الشعر الابيض هضطر يعني كده هبك اني حشاهم يعني منظفوهم. انت حضرتك متجوزة؟ ايوه. طيب باذن الزوج، يعني لو جوزك اذن لك بتقدر انك يعني بتعدلي فيهم شيء يعني بعض الاشياء. ماشي شيخ. طيب يعني لو طبختهم او اللي افضل يعني. نعم نعم. ان اذن لك زوجك. شكرا. لا اله الا الله. فاللسان امره عظيم وخطره عظيم، كما قلنا ان كل الجوارح يعني تخاطب اللسان، تقول له اتق الله فينا. وكذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خاطب لسانه قائلا: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. فالإنسان عليه أن ينتبه، عليه أن يحذر، عليه أن يتق الله في نفسه، عليه أن يتق الله في جوارحه، لأن من الشكر الواجب على العبد أن لا يستعمل نعم الله في معصية الله. من الشكر الواجب عليك أيها العبد أن لا تستعمل نعم الله التي أنعم بها عليك، أن لا تستعين بها على معصية الله عز وجل. فكثير من الناس اليوم يعني يطلقون العنان لأنفسهم، أو بعض الناس ماذا يقولون لك؟ يقول لك اتكلم، هو الكلام عليه فلوس أو الكلام عليه جمرك؟ لا، الإنسان ينتبه. نعم، بعض الصالحين قال لشخص، قال له: تكلم فإنك تملي على أحد الملكين، إما تملي على ملك الحسنات فيسجل لك، وإما تملي على ملك السيئات فيسجل عليك. وكذلك أيضا رقيب وعتيد، ملك للحسنات وملك للسيئات، ليس كما هو مشهور عند كثير من الناس أو يظن كثير من الناس أن أحدهما يجلس على الكتف الأيمن والآخر يجلس على الكتف الأيسر. لا، عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني أحدهما على جهة اليمين وأحدهما على جهة اليسار، فهذا يسجل الحسنات الذي على اليمين والآخر الذي على اليسار يسجل السيئات. فالواحد عليه أن ينتبه قبل أن يتكلم، عليه أن ينظر، فإن وجد للكلمة خيرا، وجد لها في الخير طريقا، فليكثر منها ولا يتوقف، وإن لم يجد لها في الخير طريقا فليقف وليمسك لسانه ولا يطلق له العنان. لذلك علينا أن ننتبه، علينا أن نحذر، علينا أن ننتبه جيدا لكل ما نتكلم به. ومعنا اتصال. تفضلي يا أختي أميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه أنا بس كنت عايز أتكلم بس عن لو واحد عايز، لو هو بيكذب يعني وعايز يعمل إيه وعايز يتوب يعمل إيه؟ نعم، عيدي السؤال تاني يا فندم. لو مثلا واحد بيكذب عايز يتوب لربه، نعم يتوب ازاي؟ حاضر هرد عليكي. حاضر. معانا اتصال اخر. شكرا. اتفضلي. اتفضلي يا امة الله.
طيب اتصلي، حاولي تتصلي بينا مرة ثانية إن شاء الله. طيب الكذب، الكذب هو من ضمن معاصي اللسان التي كنا سنذكرها بعد قليل. من ضمن معاصي اللسان الكذب، والكذب آفة خطيرة، وهي يعني من معاصي اللسان، وهي الإخبار بخلاف الواقع، الكلام بخلاف الواقع. والكذب النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه. ورجعت معنا أمة الله، معنا اتصال. تفضل يا فندم. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا أرملة وما عنديش ولاد، وقاعدة مع حريم خواتي في البيت يعني في شقتي، بس هم مسكنين معي كل واحدة في شقتي. نعم. فبيعملوا معايا عمايل كده يعني، ويقولوا عليا هي قالت وعادت وأنا ما قلتش حاجة. نعم. فبقول لإخواتي يعني البنات إنهم هم بيضايقوني وبيعملوا معايا كذا وكذا. هل ده ذنب يعني ولا غيبة ولا بطبطب عن نفسي يعني؟ فأنا زعلانة خالص من الموضوع ده، بس مش قادرة أكتم من جوا يعني. طيب خليكي متابعانا في الحلقة، احنا هنتكلم عن الغيبة وهنتكلم عن بعض معاصي اللسان إن شاء الله. ستجد الجواب إن شاء الله. ماشي، شكرا. بارك الله فيكم، سلام. فنعود، قلنا من معاصي اللسان الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع، الكلام بخلاف الواقع، يعني تعرف أن الأمر ليس هكذا وتتكلم به وتتحدث به. الواحد عليه أن ينتبه. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب فقال إياكم والكذب، فإن الكذب إياكم والكذب، فإن العبد لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الإنسان عليه أن يحذر، الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل. أنك لماذا تضع على نفسك معاصي؟ لماذا؟ الإنسان عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الذنب إذا كان متعلقا بحق من حقوق الله عز وجل فتوبته، الإنسان يندم ويستغفر ويعزم في نفسه أنه لا يعود إلى ذلك الذنب مرة ثانية، يعزم حقيقة ويندم الندم على ما فعل. لأنه ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة. والكذب أحيانا قد يعني يودي بالإنسان إلى الخروج من الإسلام والعياذ بالله. كيف هذا؟ إذا تضمن الكذب تحليل محرم بالإجماع أو تحريم حلال ظاهر كذلك. يعني إذا كان شيء حلال مشهور معروف بين المسلمين، بين الناس عامة، معلوم من الدين بالضرورة، مشهور ومعروف أن هذا الأمر حلال، ثم يأتي إنسان ويعني يحرم هذا الحلال فيكون كذب الله سبحانه وتعالى، ومن كذب الله لا يكون من المسلمين. أو يأتي على شيء حرام معلوم حرمته بين العام والخاص، كل الناس يعلمون أنه حرام، فيأتي هو ويحلله والعياذ، يكون فيه مخالفة للشرع. فالإنسان يحذر. كذلك من معاصي اللسان التي ذكرها العلماء، كذلك أيضا العلماء نجد أن العلماء في مؤلفاتهم في كتبهم قد وضعوا بابا أسموه باب الردة. وباب الردة وهي الرجوع عن الإسلام إما بقول أو فعل أو اعتقاد. فانظروا أيها الأحبة، جعلوا الأقوال منها ما هو مخرج من الإسلام، وهذا من القرآن. أليس الله سمى الكلمة التي كانت سببا في خروج بعض الناس من الإسلام، سماها وقال ولقد قالوا كلمة الكفر. فالإنسان ينتبه، الكلمة لها قيمتها، الكلمة لها وضعها. الإنسان ينتبه، يعني العلماء كما ذكر النووي والبهوتي والشيخ محمد عليش من المالكية وغيرهم كثير، والقاضي عياض وغيرهم من كثير من العلماء ذكروا في مؤلفاتهم أن الردة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وذكروا منها يعني النوع الثالث، قالوا الردة القولية، يعني بالقول باللسان، وهي التي تتضمن مسبة الله عز وجل، أو مسبة ملك من الملائكة، أو مسبة نبي من الأنبياء، أو مسبة دين الإسلام العظيم، أو الاستخفاف بما عظمه الله، أو تحليل حرام أو ظاهن، أو تحليل حرام ظاهن كذلك، أو رد مجمع عليه أو معلوما من الدين بالضرورة حله أو حرمته فيقول بخلاف ما ورد. فالإنسان ينتبه، لا يعارض الشرع ولا يكذبه، وإذا وقع في شيء من ذلك عليه أن يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين.
الإنسان يحذر، الإنسان ينتبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وبين فقال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني لا يظنها ضارة له، يعني فضلا عن أن تكون عليه معصية بها هو لا يظنها ضارة له. يقول لك: يا عم الشيخ ده كلمة، هي الكلمة دي هتأثر؟ نعم تؤثر. إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا لا يرى بها بأسا، النبي قال: يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. كيف عرفنا أن هذا هو منتهى جهنم؟ لأنه ورد في حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة، أي صوتا عظيما، فالنبي قال لهم: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها. ومعنا اتصال. ألو، تفضلي أستاذ سارة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، وعليكم السلام فضيلة الشيخ. بقول لك مع عمتي أساساً أخت بابايا قالت لي اعتقيني وهتبجين أنا مت ما تكلمنيش تاني، أعمل معها إيه فضيلة الشيخ؟ بس واحدة واحدة عشان بقول لك يا فضيلة الشيخ، أنا بابايا لي ورث. نعم ماشي، لي ورث. نعم. مرات أبويا بتحلف معايا إن هي عاوزة تبيع العربية. مرات أبوكي؟ أه مرات أبويا. نعم. وخلتني وقالت لي هو باباك مديون لعماتك الاثنين، عماتك الثانية وعماتك الثانية. تمام ماشي. واولا رحت مكلمها عمتي وقلت لها ده هي بتقول انت مديون لي لبابا، قالت لها بس قالت لي خليها تديكي علينا ورثة وتديكي شهادة الوفاة. نعم. وقالت لي احنا هنحبسك. يعني هو باباكي توفاه الله مات. اه طيب مات. حاضر هجاوبك حاضر إن شاء الله. يعني هذا السؤال، والد حضرتك توفاه الله، فصار كل شيء يملكه الوالد هذا انتقل إلى الورثة، انتقل إلى الورثة، ليس لأحد أن يتصرف في شيء فيه إلا يعني بعد أن توزع التركة، يعني مفيش حد يجي ياخد حاجة من هنا أو حد يجي ياخد من هنا. أول شيء نحن ننظر يعني الديون التي على الوالد، فتسدد الديون التي عليه أولا، سواء كانت ديون متعلقة بحق الله كأن كان مثلا وجبت عليه الزكاة فأخرها أو الحج ونحو ذلك فتقضى، فدين الله أولى بالقضاء. ثم وأيضا ينظر إلى ديون العباد، يعني حقوق العباد، تقضى هذه الديون من التركة أولا، ثم بعد ذلك توزع التركة كل على حسب نصيبه، سواء كان مرات أبوك أو أنت أو إخواتك أو غيره، ما فيش حد يقدر أنه يتصرف في حاجة من نفسه إلا بعد أن توزع التركة، لأنه هذا المال صار ملكا، يعني خرج من ملك أبيك وصار ملكا للورثة، فليس لأحد أن يتصرف فيه على هواه، بل ينبغي أن ينظر إلى أمر الشرع كيف تقسم التركة في هذه الحالة، ثم تقضى الديون، ثم يوزع ما تبقى كل على حسب نصيبه حتى لا يأخذ حق غيره. الإنسان عليه أن يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال، تفضل يا محمد. ألو اتفضل يا أستاذ محمد. وعليكم السلام يا عم الشيخ. اتفضل. انا بشوف ما بنام بشوف سكاكين معايا بالليل وانا نايم. نعم نعم نام يا محمد، نام على وضوء وتحصن كويس قبل ما تنام. انا بنام متوضي 100 100، بس بشوف سكاكين بالليل، وحلمت حلم ان انا في اوضه ثانيه. انا مش مفسر احلامي يا عم محمد، انت اتحصن كويس. شكرا. انت اتحصن كويس ونام على طهارة كاملة وعلى وضوء كامل، حافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء،
يعني بعد عند الفجر عند دخول الفجر في أذكار تقال الإنسان يحافظ عليها، حافظ على قراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر الآيات، وكذلك قراءة الإخلاص والفلق والناس، حافظ على قراءة هذه الآيات يعني عقب كل صلاة، دبر كل صلاة قرأها حافظ عليها، تكون لك حصنا وأمانا إن شاء الله تعالى. وهذا لكل إنسان، كثير من الناس بيشتكوا أنا بشوف كذا وأنا بعمل كذا. كمان ينبغي أيها الأحبة أن ننبه على شيء، إنه أمر الرؤى والأحلام ونحو ذلك الإنسان ليس لأي شخص أن يخوض فيه، ليس لأي شخص أن يخوض فيه، فإن ذلك العلم هو مما يفيض الله به على قلوب أحبابه وعلى قلوب أوليائه. فالإنسان يحذر، والإنسان إذا رأى رؤيا يعني تسره فليحمد الله، وإذا رأى ما يسيئه يعني كثير من الناس بيسعوا إنه أنا شفت حلم مش كويس فأنا عايز أفسره، لا، النبي علمنا إن الإنسان إذا رأى ما يزعجه عليه أن يثفل على يساره، يعني يجمع ريقه ثم ينفس هواء خفيف على جهة اليسار، يثفل على يساره وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحدث بما رأى، ولا يحدث بما رأى. فالإنسان ينتبه، الإنسان يحذر، هذا العلم له أهله، وله يعني مما يعني ليس لكل إنسان أن يخوض فيه، بل إن بعض يعني هذا العلم مما أفاض الله به على قلوب أحبابه وأوليائه، ليس لكل أحد أن يتكلم فيه بما لا يعلم. كمان أيضا هذا يأخذنا إلى شيء آخر، أنه من معاصي اللسان الإفتاء بغير علم، الفتوى بغير علم. الإنسان يحذر، الإنسان ينتبه. كثير من الناس اليوم يعني يتكلمون في دين الله بما لا يعلمون، صار الدين وكأنه مطية لكل أحد، كأنه مركب كل واحد يركب فيها وكل واحد يقول فيها اللي هو عايزه. لا، الإنسان ينتبه، الإنسان عليه أن يحذر، الإنسان عليه أن يحذر الفتوى بغير علم. لماذا؟ لأنك لو أفتيت هذا الإنسان بغير علم، أفتيته بما لا تعلم، قد يعمل بما أفتيته به ويعبد الله عز وجل على جهل وعلى ضلال. وكذلك المستفتي، الإنسان اللي بيسأل، عليه أن يختار. لا، قال النووي: لا يستفتى غير العارف الثقة، العالم العارف بالله، العالم الذي عنده ضوابط وقواعد، العالم الذي يخاف على دينه ويخاف على غيره، يخاف على نفسه ويخاف على غيره، ويتقي الله عز وجل. فالإنسان يحذر، الإنسان ينتبه، ليس كل أحد، ليس مجرد أن لقي إنسانا يعني قد لبس مثلا الجلابية أو الطاقية أو أطلق لحيته قليلا ونحو ذلك، هذا يعني هذه هيئة السنة، ولكن الإنسان ليس لمجرد هذا معناه أنه صار عالما. فالإنسان عليه أن ينتبه وأن يحذر، فلا يستفتي غير العارف الثقة، لا يستفتي إلا إنسان أمين يتقي الله في نفسه ويتقي الله في غيره. ولذلك ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. ومعنا اتصال، تفضلي يا أستاذة مجدة. نعم، أيوة، تفضلي يا فندم. ايوه يا شيخ لو سمحت، انا متجوزه بقالي 13 سنه. نعم، متجوزه بقالي 13 سنه ولم انجب. نعم، وجوزي يعني كل ما بروح لوحده مش عايزه تيجي مثلا على دره. تمام، وانا حاسه ان انا ممكن يعني يكون ظلمته معايا، كل ما بحاول امشي هو مش عايز امشي. نعم، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ طيب، حاضر. ومعنا اتصال اخر. يا شيخ يعني لو مسلم على سلائف الاصغر مني. واحده واحده يا استاذه منال، عيدي سؤالك. لو مرات اخويا متسلم على سلائفها الاصغر منها. نعم، الجيم. نعم، ده حلال ولا يعني تعمل ايه؟ هم اصغر منها بكثير يعني، سواء اصغر او اكبر، ما دام انه هو انسان بالغ. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يضرب أحدكم بحديدة في رأسه أو بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فمصافحة
المرأة الأجنبية يعني المرأة التي يجوز له أن يتزوجها الإنسان عليه أن ينتبه، والأمر هنا ليس عائد إلى النية، أصل أنا نيتي كويسة يا شيخ وأصل أنا ما عنديش حاجة، لا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لما الصحابيات جاءوا يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبايعهن باليد، لم يبايعهن باليد، بل النبي عليه الصلاة والسلام ورد في حديث أنه جاء بإناء فوضع يده فيه ثم بايعهن ثم رفع يده فوضعن أيديهن وقال إني لا أصافح النساء. فالإنسان عليه أن يحذر، عليه أن ينتبه، ولما نلتزم بتعاليم الشرع، يعني الواحد منا لما تكون عنده يعني جوهرة مصونة لا يتركها عرضة لكل أحد بل يحافظ عليها، كذلك الإسلام كل امرأة في الإسلام هي امرأة هي جوهرة مصونة، يعني كالملكة ليس لكل أحد أن يصل إليها، ليس لكل أحد أن يصل إليها، فلنحذر ذلك جيدا. والإنسان ما يقولش أنه أنت مستكبرة علي أو أنت كذا، لا، الإنسان يلتزم بما ورد في الشرع، الإنسان يلتزم بما ورد في الشرع، لأنه كثير من المصائب التي تحصل الآن، يعني كثير من البلايا مما يحصل الآن سببه عدم الالتزام بشرع الله وعدم الالتزام بما ورد في شريعة الله سبحانه وتعالى وعدم السير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يحذر. تفضلي في تكمل. امتى صلي الفجر يعني، وازاي اسبح بالسبح؟ في سؤال تاني؟ ايوه، ازاي امتى اصلي الفجر، امتى بالظبط اصلي الفجر وازاي اسبح بالسبح؟ لما يدخل وقت الفجر، يعني لما المؤذن بيأذن انت بتتوضي وبتستعدي وبتصلي الفجر، لما بعد ان يدخل الوقت بعد الاذان، يعني الواحد بيتوضى وبيستعد وبيجهز نفسه وبيصلي الفجر، والتسبيح سبحي قد ما انت عايزه وقد ما تقدري، يعني لا يزال لسانك رطم بذكر من ذكر الله سبحانه وتعالى، دايما انت معاكي المسبحه استعمليها. وهنا ينبغي أن ننبه لشيء أيضا، استعمال المسبحة ليس حراما وليس بدعة وليس شركا كما يقول بعض الناس، بل يجوز، لأن هذه المسبحة تعين الإنسان على ذكر الله، تعينه على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المذكر السبحة، وورد أيضا أن سيدنا أبا هريرة كان له شيء مثل العقد، يعني مثل المسبحة، كان فيه 12,000 عقدة، فكان لا ينام حتى يأتي بها جميعا، يعني يسبح الله يستغفر الله. فالإنسان يكثر، يعني مثلا له بيقدر يقول أستغفر الله أو ربي اغفر لي 100 مرة، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، يقول لا إله إلا الله 100 مرة، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، يكثر الإنسان من ذلك. هذه الأمور الإنسان يكثر منها ولا يمل، الإنسان يكثر منها ولا يمل. أما إنه الإنسان يعني يطلق لسانه في القيل والقال ونحو ذلك، الإنسان يحذر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وبين إن الله كره لكم 3، قال كره لكم قيل وقال، قيل وقال، وما أكثر قيل وقال في هذه الأيام. وكمان كان معنا سؤال قبليه اللي هو الأخت اللي هي متزوجة من 13 سنة، هذه الأخت يعني الله سبحانه وتعالى الله يرزقها الذرية الصالحة، الله يقر عينها، الله يقر عينها بذرية صالحة، ويعني إن شاء الله الله يقر عينك بذلك، الله يوسع عليك ويرزقك الولد الصالح والذرية الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك. معنا اتصال آخر. تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا حضرتك من سوهاج، أم محمد من سوهاج. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بيك. أنا عندي مشكلة، مشاكل كثير يا شيخ. نعم. أنا ما عندي
انا يعني اتجوزت بالكبير وانا صغيره، نعم، وخلفت يعني، والحمد لله اولادي كبروا، وجيت اتجوزت ابني الكبير قريبتي، يعني قريبتي، مش عايزه اقول يعني قريبه خالص مني، فاخدته مني وما عايزاش يديني اي حاجه، ويا ريت على كده وبس. من يوم ما خدها وكل يوم خسران خسران خسران، في يعني يعملها يعني تيجي معاه انت قصدك من وقت ما اتجوز يعني؟ من وقت ما اتجوز. انت قصدك على مرات ابنك؟ من يوم ما اتجوز، من يوم ما اتجوز وهو على كده على طول على طول، ما فيش ويعيا. يا حاجة عامليها زي بنتك، مرات لا ابنك ما هي ما زي قعدتش بنتك. معايا، هي ما قعدتش معايا، قاعدة يعني بعيد عني. هي لو أساءت إليك أحسني أنت إليها. أنا من أحسن إليها، أنا زعلانة عليه هو، أنا زعلانة عليه هو. أنت ادعي له، دعوة الأم بتفتح الأبواب المغلقة، ادعي له وكتري من الدعاء له بالخير وانصحيه. شكرا يا فندم. فالأخت اللي هي كانت متجوزة من 13 سنة وما بتخلفش، الله يوسع عليها، الله يرزقها الذرية الصالحة، وتريد أن تزوج زوجها. يعني نقول لك جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، يعني قليل من النساء من تفعل ذلك اليوم. يعني انت بتعملي اللي عليك وبتصبري وبتتحملي هذا الامر، وان شاء الله تعالى الله يجزيك الخير في الدنيا والاخره، والله سيعوضك خيرا في الدنيا والاخره. وهو اذا كان لا يريد، يعني انت بذلك انت ما ظلمتيه، يعني لانك قلتي انا خايفه اكون بظلمه، لا انت ما ظلمتيه، بالعكس يعني انت تساعديه وتعينيه على هذا الامر. يعني مش هو انه جاء طلب منك انه يتزوج وانت قلتي لا او عارضتي، لا بالعكس، ده انت بتسعي لذلك لهذا الامر، فانت لم تظلميه، وهذا قضاء الله وقدره، فالانسان يرضى بما قضاه الله وقدره. وهو ان تيسر له امراه يعني تتقي الله عز وجل اخرى لعله ينجب منها فبها ونعمت، وان لم يتيسر له فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، فالإنسان عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك كان في سؤال تاني، الأخت اللي هي أرملة اللي هي قاعدة مع سوين إخواتها، لما أحيانا بتحكي لإخواتها بتقول لهم إنه حصل كذا وكذا، الإنسان ينتبه، الإنسان ينتبه، لأنه أحيانا قد الإنسان ينقل، يعني أحيانا الإنسان بيشتكي حتى يعني يدفع عنه ظلم، هذا لا يكون من باب الغيبة، إنما النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، أن ينقل كلام هذا إلى ذاك على جهة أن يفسد بينهما، على جهة أن يفسد بينهما، هذا خطير، هذا أمره خطير جدا، الإنسان ينتبه، الإنسان ينتبه من ذلك. فمجرد انه نقل الكلام، مش نقل الكلام، انك بتحكي مثلا لاخواتك، انه مثلا بتكلمي اخواتك بتقولي لهم مثلا انه انا حصل معايا كذا، او انه حصل امر كذا وكذا، فالانسان ده مش مجرد ذلك، انت تقولي لهم ذلك من اجل ان تدفعي عن نفسك الظلم، او ان تدفعي عن نفسك الاذى، ولكن اتق الله عز وجل، بمعنى انه الانسان يحذر، الانسان ينتبه، الانسان ينتبه، فلا يزيد في الكلام بما يؤدي الى الفساد، وانت ان صبرتي وتحملتي وسلمتي امرك لله فيكون جزاؤك عظيم يوم القيامه. ليه؟ مش انه علشان انت خايفة، مش علشان مش كمان علشان انه انت والله مش قادرة ترضي حقك، لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على كظم الغيظ، ونبهنا يعني حثنا عليه، من اخلاق الكاملين، من اخلاق الصالحين كظم الغيظ. مرة واحد قال لسيدنا علي زين العابدين ابن الحسين، صار يكلمه بكلام مؤذي، صار يكلمه بكلام مؤذي، فسيدنا علي زين العابدين يعني لا ينظر له، لا ينتبه له، يعني يغضي عنه، فقال له يا هذا إياك أعني، يعني أنا أقصدك أنت بالكلام، يعني هذا من وقاحته، قال له يا هذا إياك أعني، فقال له علي زين العابدين وعنك أغضي،
وعنك أغضي، يعني أنا أسمع أعرف أنك تكلمني ولكن أنا أغضي عنك، أنا لا أعاملك بالمثل. الإنسان لا يعامل بالمثل، بل الإنسان يعني الثواب الأعظم أن تحسن إلى من أساء إليك. الإحسان إلى من أحسن إلينا هذا سهل على النفس، النفس تحبه لأنه هذا من باب المكافأة، يعني عمل معي معروف فعملت معه معروف، ضحك لي ضحكت له، أهداني هدية أهديته هدية ونحو ذلك. أما أن أحسن إلى إنسان وهذا الإنسان يسيء إلي فأنا أحسن إليه، هذا ثوابه أعظم، هذا ثوابه عظيم، هذا طريق الأنبياء والصالحين. فعلينا أن نلتزم بهذه الأخلاق النبوية، بهذه الأخلاق المحمدية، حتى يكون لنا الفوز والنجاة في الآخرة. وإن شاء الله تعالى لقد آزفنا، يعني آزفنا الوقت، فإن شاء الله تعالى نكمل معكم في بعض معاصي اللسان في المجلس الآخر، المجلس القادم في الأحد القادم إن شاء الله تعالى. ونختم لقاءنا هذا بهذه الدعوات، نسأل الله سبحانه وتعالى إنه على كل شيء قدير. اللهم ربنا إلهنا خالقنا مالكنا ورازقنا، يا الله يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظ مصرنا بلدنا، اجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء أمنا، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واحفظنا من كل مكروه وسوء، احفظنا واحفظ أهالينا وأحبابنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد من ضل من أهالينا، اللهم اهد من ضل من أهالينا، اللهم اهد من ضل من أهالينا. اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية الخلقية والخلقية. اللهم اجعلنا من خاصة أوليائك وأحبابك، وارفعنا فوق كثير من خلقك درجات يا أرحم الراحمين. اللهم اجز كل من ساهم في إعداد هذا البرنامج وفي خروجه يا أرحم الراحمين، اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجز كل من شارك وأعد وعمل على إخراجه يا أرحم الراحمين، اجزه كل خير يا أكرم الأكرمين. اللهم اعطي لنا وللسامعين سؤلنا من الخير يا أرحم الراحمين. اللهم اعط لكل منا سؤله من الخير، اللهم اعط لكل منا سؤله من الخير، وفرج كرباتنا يا أكرم الأكرمين، وادفع عنا البلاء، وادفع عنا الهموم والأمراض يا أرحم الراحمين، واقض عنا الدين، واغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمن له علينا حق من المسلمين، واغفر لمشايخنا واجزهم عنا خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.